بحضراتكم من جديد مشاهدينا الكرام. هنبتدي معاكم جولتنا الإخبارية، وهنبتديها بالمؤتمر الوطني الأول للشباب اللي شهدته مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضي، واختتم أعماله يوم الخميس، وكان جهد مشرف وتنظيم أكتر من رائع خرج به هذا المؤتمر الوطني الأول للشباب اللي بينتظر الجميع في الفترة القادمة إن شاء الله تفعيل توصياته وقراراته على أرض الواقع. في هذا الإطار وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشكر لكل الشباب اللي شاركوا في تنظيم هذا المؤتمر بجهدهم وعملهم ويعني تنظيمهم لجلساته والموضوعات والمحاور اللي تم مناقشتها فيه، واللي زي ما قلنا اختتم أعماله في مدينة شرم الشيخ يوم الخميس الماضي. بالفعل يا نرمين، ومن بكرة إن شاء الله هتبدأ رئاسة الجمهورية في تشكيل مجموعة من اللجان المختلفة طبعا من الشباب المصري للحديث عن كيفية يعني تنفيذ أهم وأبرز القرارات والتوصيات اللي خرج بها هذا المؤتمر الوطني الأول للشباب وتوصيات الرئيس عبد الفتاح السيسي ومناقشة كيفية تفعيلها على أرض الواقع. سريعا بدأت رئاسة الجمهورية في تنفيذ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي أصدرها في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب الذي استضافته مدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 25 وحتى 27 من أكتوبر الجاري. وأوضح المكتب الإعلامي للسيد رئيس الجمهورية أنه سيتم اعتبارا من الأحد المقبل تشكيل مجموعات عمل تحت إشراف مكتب رئيس الجمهورية تضم الأجهزة التنفيذية والحكومية والبرلمان والقوى الوطنية المشاركة من أحزاب وجامعات ومثقفين ورياضيين وباحثين، وذلك لمتابعة تنفيذ توصيات المؤتمر على كافة المحاور. وقد وجه الرئيس السيسي الشكر لشباب مصر الذين شاركوا بالتنظيم أو بالنقاش أو بالجهد أو بالصياغة في المؤتمر الوطني الأول للشباب، وأكد سيادته في رسالة نشرها عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أكد سعادته بشباب مصر العظيم وثقته المطلقة في قدراتهم. وكان الرئيس السيسي قد أعلن في كلمته في ختام المؤتمر الوطني الأول للشباب أعلن عن مجموعة من القرارات المتعلقة بالشباب، من بينها تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوما على الأكثر. تشكيل لجنة وطنية من الشباب وبإشراف مباشر من رئاسة الجمهورية تقوم بإجراء فحص شامل ومراجعة لموقف الشباب المحبوسين على ذمة قضايا ولم تصدر بحقهم أي أحكام قضائية، وبالتنسيق مع جميع الأجهزة المعنية بالدولة على أن تقدم تقريرها خلال 15 يوم على الأكثر. كما أعلن الرئيس السيسي قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع مجلس الوزراء ومجموعة من الرموز الشبابية بإعداد تصور سياسي لتدشين مركز وطني لتدريب وتأهيل الكوادر الشبابية سياسيا واجتماعيا وأمنيا واقتصاديا من خلال نظم ومناهج ثابتة ومستقرة تدعم الهوية المصرية وتضخ قيادات مصرية شابة في كافة المجالات. كما أعلن الرئيس السيسي قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر، وذلك لإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالي. قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر. كما أشار الرئيس السيسي إلى قيام رئاسة الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة نحو عقد مؤتمر شهري للشباب يحضره عدد مناسب من ممثلي الشباب من كافة الأطياف والاتجاهات يتم خلاله عرض ومراجعة موقف جميع التوصيات والقرارات الصادرة عن المؤتمر الوطني للشباب وما يستجد بعدها، وذلك وصولا إلى المؤتمر الوطني الثاني للشباب والمقرر عقده في نوفمبر عام 2017. رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل أجرى مجموعة من الاتصالات المختلفة بمحافظي سوهاج وإنا وأسيوط والبحر الأحمر
وده طبعا لبحث تطورات السيول التي تعرضت مناطق بهذه المحافظات لهذه السيول، والوقوف على الإجراءات التي يتم اتخاذها أولا بأول للتعامل مع طبعا هي حياة كارثة كما وصفها البعض، في مجموعة من المصابين وفي كان غرق لعدد من العربيات، وبالتالي من هنا جاء اهتمام رئيس الوزراء للاطمئنان على أحوال الناس في عدد كبير جدا طبعا من المحافظات اللي كان فيها هذه السيول. بالفعل في بيان صدر كمان من مجلس الوزراء أكد أنه رئيس الوزراء أجرى اتصالات أيضا بوزراء التضامن الاجتماعي، الصحة، التنمية المحلية، واطلع على الجهود المبذولة لإنقاذ العالقين وإجراءات تقديم الرعاية اللازمة لهم، ووجه كذلك بالدفع بكافة المعدات والتجهيزات المطلوبة لمواجهة الآثار المترتبة على السيول، وجه أيضا بإعداد حصر شامل بالمتضررين. وزارة الصحة والسكان أعلنت في حصيلة نهائية وفاة 12 شخصا وإصابة 43 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول اللي تعرضت ليها عدة محافظات في الجمهورية. من جانبها قررت وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي صرف 10,000 جنيه من صندوق الكوارث لكل حالة وفاة من ضحايا السيول التي تشهدها عدة محافظات. وأيضا قررت صرف 2000 جنيه للمتضرر أو المصاب جراء هذه السيول، وأفادت وزارة التضامن الاجتماعي في بيان لها أن هي تحركت بشكل سريع من خلال إرسال لجان الإغاثة في كل المحافظات ومتطوعي أيضا الهلال الأحمر المدربين على الإسعاف وتقديم المساعدات اللازمة في محاولة طبعا لتجاوز آثار هذه الأزمة أو الكارثة اللي تعرضت لها بعض المحافظات جراء السيول الغزيرة والأمطار اللي تعرضت لها. محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أعلن أيضا أنه بيتابع أعمال الأجهزة التنفيذية بكل السبل في مواجهة مخاطر الأمطار والسيول اللي تعرضت لها محافظة البحر الأحمر، وتفقد المحافظ بنفسه الأوضاع في مدينة راس غارب اللي واجهت طبعا تدفق مياه غير مسبوق قادمة من طريق الشيخ فضل بشمال المدينة، وصل ارتفاع المياه ل 2 متر وبسرعة 20 كيلو متر في الساعة، وكانت محملة ببعض الصخور. كمان أضاف محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله بأنه تم تكليف كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة باستمرار أعمال الإنقاذ ومحاولة تصريف المياه مع الاستعانة بمعدات طوارئ بشركات البترول بجانب معدات الشفط والكسح التابعة للوحدة المحلية لمدينة رأس غارب. وأشار محافظ البحر الأحمر اللواء أحمد عبد الله أنه تم التنسيق مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بدفع معدات لإزالة التراكمات على طريق السخنة الغرداء، حيث تم استعادة الجزء المنهار من رأس غارب الغرداء بالكيلو 40 وفتحه أمام حرقة السير. وقال أنه أيضا تم استعادة الموقف بنسبة 80% في مدينة الغرداء لإزالة آثار الأمطار دون أي خسائر بشرية، كما تم في سفاجة بنسبة 75% واستعادة الموقف في مدن الشلاتين والقصير ومرسى علم وحلري. احنا معانا برضو للتعرف على احوال الطقس وهل في اي امكانيه لتكرار الامطار الغزيره اللي تعرضت ليها بعض محافظات الجمهوريه في الفتره القليله او الايام القليله القادمه. معانا عبر الهاتف الدكتوره امال حنفي رئيس الاداره المركزيه للتنبؤات بهيئه الارصاد الجويه. اهلا بيكي دكتوره امال. اهلا، صباح الخير استاذه نرمين والاستاذه امل والاستاذه المشاهدين. صباح النور يا فندم. كنا عايزين نعرف من حضرتك اخبار حاله الجو ايه في النهارده ان شاء الله وبكره. بعد الطقس الغير مستقر اللي تعرضنا له الثلاث ايام السابقين، ان شاء الله كل خرائط الطقس وصور الاقمار الصناعيه بتشير الى استقرار تام في الاحوال الجويه خلال الايام القادمه، لكن نقدر نقول ان الظاهره اللي زالت مؤثره علينا هي ظاهره الشبوره المائيه، بتكون على شمال البلاد وبتصل حتى شمال الصعيد، وبتكون على كل الطرق السريعه والقريبه من المرتفعات والمسطحات المائيه. يجب علينا الالتزام بسرعات المقرره. نقدر نقول وصف طقس اليوم بان هو ان شاء الله هيكون
طقس معتدل على شمال البلاد وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى أسيوط، لكن بيكون مائل للحرارة على جنوب البلاد في الأقصر وأسوان نهارا، بيكون مائل للبرودة ليلا. الرياح نقدر نقول إن هي معتدلة بس بتنشط على خليج السويس مما تؤدي والبحر الأحمر مما تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، أما البحر المتوسط فهو مهيئ لجميع الأنشطة البحرية. أيوه طيب، يعني متوقع استقرار الأحوال الجو والطقس خلال الأيام القادمة إن شاء الله؟ بالضبط إن شاء الله، ما فيش أي تغيرات، الاستقرار التام اعتبارا من اليوم على كافة الأنحاء إن شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتورة أمل حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية. أعلن محمد علي مصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تم وضع خط الطوارئ لضخ السلع حال وجود سيول بأي محافظة، مشيرا إلى أنه أصدر توجيهاته لمديري المديريات المحافظات التي بها سيول، وذلك لمراجعة أي منشآت تموينية تأثرت بالأمطار لضمان عمل تلك المنشآت دون عائق لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية المختلفة. من ناحية أخرى، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استعدادها لتوفير أي كميات من السكر للسلاسل التجارية من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية. أشارت الوزارة في بيان أصدرته بالأمس إلى استمرارها في ضخ كميات كبيرة من السكر في الأسواق والسلاسل والمجمعات الاستهلاكية ومنافذها التابعة ليها وشركات أيضا التعبئة والتوزيع والشركات الصناعية والسلاسل التجارية زي ما قلنا، وأوضحت أن هي بالفعل ضخت كميات كبيرة من السكر في المحافظات لتوزيعها على قاطني هذه المحافظات بالتعاون مع المحافظين وتحت إشراف المحافظات أيضا. محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أعلن أن الهدف من إقامة مهرجان الطمور بواحة سيوة هو تقديم الدعم الفني والتسويقي للطمور بالواحة نظرا لتميز الطمور بالجودة العالية وبإنتاجيتها الضخمة عن باقي الدول الشهيرة بإنتاج الطمور، لافتا إلى حرص جائزة خليفة الإماراتية على تقديم الدراسات والبحوث المختلفة للحفاظ على الطمور كعنصر غذائي مهم. أيضا قال محافظ مطروح اللواء علاء فتحي أبو زيد أن جميع المحافظات بتشارك بمعارض في جميع أنواع التمور خلال المهرجان، بالإضافة طبعا لمشاركة عدد من الدول العربية المهتمة بزراعة النخيل. كذلك في إطار هذا المهرجان حيتم إقامة ندوات وورش عمل بيحاضر فيها العلماء والمتخصصين في مجال زراعة وصناعة التمور من الجامعات المصرية والعربية. كشف أيضا أبو زيد عن الاتفاق بين المحافظة وجائزة خليفة لنخيل التمر والابتكار الزراعي الإماراتية على تطوير مصنع تعبئة التمور بسيوة، موضحا أن عملية التطوير بتشمل رفع كفاءة خطوط الإنتاج لمصنع التمور وتأهيل المصنع وتشغيله بكامل طاقته، ولفت إلى أنه هيتم الانتهاء من تطوير المصنع بأحدث التقنيات الحديثة وبدء التشغيل التجريبي له بالتوازي مع المهرجان، مشيرا إلى أنه المصنع هيعمل على تشغيل ما يقرب من 100 عامل من أبناء المحافظة، بالإضافة طبعا للحفاظ على تمور الواحة وعدم إهدارها ومساعدة المزارعين في تسويق منتجاتهم وفتح أفاق جديدة للتصدير للخارج. دكتور عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أعلن عن موافقة المجموعة الاستشارية العلمية لنظم التراث الزراعي العالمية وجائزة خليفة دولية لنخيل التمور والابتكار الزراعي على إعلان نظم إنتاج التمور في واحة سيوة ضمن مناطق التراث الزراعي العالمي، لافتا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة للنهوض بالزراعة وإنتاج وصناعة التمور بسيوة وتحفيز الاعتراف الدولي بمواقع التراث الزراعي. أيضا قال وزير الزراعة في تصريحات صحفية له على هامش مشاركته في مهرجان التمور الثاني بواحد سيوة، قال أنه رعاية ودعم جائزة خليفة لهذا المهرجان بيأتي تأكيدا على العلاقات الوطيدة اللي بتربط طبعا ما بين مصر ودولة الإمارات العربية ولتعزيز التعاون المشترك في دعم القطاع الزراعي وخاصة في مجال نخيل التمر. أكد كذلك أن هذا المهرجان بيمثل نقلة نوعية كبيرة في التسويق والترويج للتمور في واحة سيوة،
اللي بتتميز بأفضل أنواع التمور على مستوى العالم، فضلا عن كونه خطوة هامة نحو تطوير قطاع التمور وتأهيله للمنافسة عالميا، مشيرا إلى أنه ده هيساعد على زيادة معدلات التصدير وفتح أسواق جديدة وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتطوير قطاع إنتاج وتصنيع التمور، وده طبعا هيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة زي ما قلنا، وهيحقق أيضا طفرة في زيادة الصادرات المصرية. الهيئة المصرية العامة للكتاب والمسؤولة عن تنظيم مهرجان القاهرة الدولي للكتاب سنويا دعت دولة الجزائر عشان تكون ضيف شرف المعرض في دورته 49 المقررة عام 2018 إن شاء الله. وزارة الثقافة المصرية قالت إنه هيثم الحاج رئيس الهيئة أبلغ الجانب الجزائري بهذه الدعوة أثناء مشاركته في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر اللي بيقام حاليا. بتشارك مصر في الدورة 21 المعرض الدولي للكتاب بالجزائر بصفة فيها ضيف شرف، وحقيقة أقيمت ندوة كبيرة يوم الخميس الماضي بالمعرض تحت عنوان العلاقات الثقافية المصرية الجزائرية، وده كان بمشاركة وزير الثقافة الجزائرية والكاتب محمد سلماوي الرئيس السابق لاتحاد كتاب مصر. بيقام معرض القاهرة الدولي للكتاب نهاية شهر يناير من كل عام، وقدرت الهيئة المصرية العامة للكتاب عدد المتوافدين على معرض القاهرة في دورته لهذا العام بأكثر من 3 مليون زائر. بتحيي مصر ذكرى مرور 43 عام على رحيل عميد الأدب العربي الدكتور طه حسين، واللي رحل عن عالمنا تحديدا يوم 28 أكتوبر عام 1973. الدولة حقيقة قامت بعدد كبير من التجديدات في المتحف والذي بيحمل اسمه في فيلا رمتان الكائن في حي الهرم بمحافظة الجيزة، حيث الكثير والعديد من تفاصيل الحياة اليومية لعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين. على مر الزمان سيبقى عميد الأدب العربي نموذجا فريدا للتجديد وللتمرد، رائدا من رواد التنوير الذين أثروا الإنسانية بتجربتهم. يكفيه من عمره وأعماله ثلاث كلمات: التعليم كالماء والهواء، وإن فاضت كلماته وأعماله الخالدة على ضفتي الثقافة العربية. إنه عميد الأدب العربي طه حسين. أهلا بكم في متحف طه حسين رامتان. ويتكون المتحف من طابقين، الأول يحتوي على مكتبته التي بقيت في مكانها بعد رحيله، فيها حوالي 7000 كتاب، منهم حوالي 4000 كتاب عربي وحوالي 3000 كتاب أجنبي، وفيها وبتتمثل حوالي 800 وثيقة من الوثائق الأجنبية والعربية. ومن أبرز مكونات الطابق الأول غرفة الصالون، حيث كان عميد الأدب العربي يلتقي بزواره مساء الأحد من كل أسبوع، وشهد هذا الصالون الذي أطلق عليه صالون الأحد العديد من الحوارات الثقافية المصرية. في الطابق الثاني في الجهة اليمنى توجد غرفة نوم مؤنس طه حسين، وهي غرفة شديدة التواضع، وبجوار غرفة الموسيقى توجد غرفة السيدة سوزان طه حسين. وما يميز غرفة السيدة سوزان تلك اللوحة التي أهداها الدكتور طه حسين في عيد ميلادها، وفي نهاية الغرفة تجد بابا آخر يؤدي إلى غرفة نوم الدكتور طه حسين. في نهاية الممر هناك وحدة عرض من الزجاج تحتوي على الأوسمة والنياشين وقلادة النيل، وعددها 36 وساما ونشانا من مختلف الدول العربية والأجنبية. وفي وحدتي عرض صغيرتين يمكنك أن تشاهد المتعلقات الشخصية الخاصة بالدكتور طه حسين مثل نظارته. وولد طه حسين في 14 من نوفمبر عام 1889، ورحل عميد الأدب العربي عن عالمنا في 28 من أكتوبر عام 1973. من متحف طه حسين، محمود العزالي، النيل.
ارحب بحضراتكم من جديد، وهنبتدي مجموعه من الاخبار المتعلقه بابرز الانشطه والفعاليات اللي بتشهدها عدد من العواصم العربيه والعالميه. هنبتدي بقرطاج في تونس اللي افتتح فيها بالامس مهرجان ايام قرطاج السينمائي اللي بيحتفل طبعا بيوبيله الذهبي هذا العام، وده كان بمشاركه عدد كبير جدا من نجوم الفن السابع من تونس والدول العربيه والافريقيه. وامام قصر المؤتمرات تحديدا في وسط تونس العاصمة امتد البساط الأحمر لاستقبال الضيوف الدورة 27 لهذا المهرجان. تستمر دورة المهرجان هذا العام حتى 5 نوفمبر القادم، وتتوزع المنافسة داخل المهرجان على أقسام الأفلام الطويلة والأفلام القصيرة والسينما الواعدة والعمل الأول. بتشارك في المنافسة أفلام من مصر وسوريا ولبنان والجزائر والمغرب والسعودية والعراق وإثيوبيا وأوغندا ومدغشقر وجنوب إفريقيا. بيكرم المهرجان في دورته الحالية عدد كبير جدا حقيقة من المخرجين والفنانين السابقين، أبرزهم طبعا وأهمهم المخرج المصري الراحل يوسف شاهين. وبتقام على الهامش ندوات تناقش أساليب المحافظة على الموروث السينمائي العربي والإفريقي وأساليب ترميم الأفلام وكيف يمكن حفظ أيضا هذه الأفلام المختلفة. وكما نعلم أن مهرجان قرطاج تأسس في عام 1966 وكان يقام كل سنتين بالتبادل مع أيام قرطاج الموسيقية، إلى أن تحول عام 2015 إلى مهرجان سنوي. ومن مهرجان أيام قرطاج بتونس لسلطنة عمان اللي بتعكف فيها مجموعة من هواة التسلق الصخري وعلماء الجيولوجيا على استكشاف سلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان. هنتعرف أكثر عن هذا الاستكشاف لسلسلة جبال الحجر في سلطنة عمان من خلال هذا التقرير التالي. هذا الموقع، هذا الكهف ليس لمن يعانون رهاب الأماكن المغلقة دون شك. فريق من المستكشفين دخلوا كهف غورتين في سلسلة جبال الحجر. حرية الحركة هنا معدومة تقريبا، فالمرء بالكاد يتحرك أو يلتف حول نفسه. دخول كهف غورتين أمر لا يخلو أيضا من مغامرة. لم ما ممكن أن نمشي في الكهف إلا عن طريق الزحف، كذلك وجود عقبات ومخاطر مثل التيارات الشديدة، الضغط، الرطوبة العالية، أيضا الحرارة. هذه المجموعة من علماء الجيولوجيا وهواة التسلق تطلق على نفسها اسم الفريق العماني والاستكشاف الكهوف، ومهمتهم هذه المرة استكشاف أسرار جوف الأرض في السلطنة. الفريق استكشف حتى الآن 15 كهفا في هذه السلسلة الجبلية بمساعدة المجتمعات المحلية هناك بالطبع. نبيل الصقري مصور الفريق يساعد قائدهم عالم الجيولوجيا محمد الكندي بحبال التسلق الخاصة به. بعدها ينزل الكندي ببطء في ممر إلى فجوة. الحيوانات البرية التي تعيش في أعماق الكهف أقنعت المجموعة بأن هناك المزيد مما يمكن اكتشافه هنا، بيد أن العثور على مخرج لن يكون سهلا، فالممرات مسدودة والحرارة والرطوبة وكذلك الثعابين السامة كلها عوامل تحبط بحثهم. أعضاء الفريق يستمتعون بتلك المغامرة التي تقودهم إلى المجهول، تقودهم لاستكشاف وتلمس موقع يرجع تاريخه لملايين السنين. جيولوجيا الكهف متكون على امتداد احدى الصدوع الموجودة في الجبل، على امتداد الجبل الصدوع الكبيرة، تتسرب المياه الجوفية الى هذا الصدع، تذوب الصخور تدريجيا، يعاد ترسيب كربونات الكالسيوم فيه. بعد ذلك الكهف يعني يتجه باتجاه ميلان الصخور للاسفل، فالمياه تجري بامتداد الكهف والكهف يتسع تدريجيا شيئا فشيء خلال الاف ومئات الاف السنين الماضية باتجاه ميلان الصخور. نتوقع أن يكون له يعني فتحة في الجانب الآخر في نهاية في أسفل الجبل. بعد 10 ساعات من التسلق والنزول لمسافة كيلومتر تقريبا، وجد الفريق فتحة في قاعدة الجبل قد تكون هي المخرج الثاني للكهف، لكنها في حجم قبضة يد صغيرة ربما تكفي لعبور ثعبان أو خفاش لا أكثر، لكن ليس أكثر من ذلك.
أبهر منزل بكاليفورنيا الجميع بأضواء الهالوين الخاصة به وفقا لما نشرته صحيفة الديلي ميل البريطانية، حيث بيظهر هذا المنزل القاطن في كاليفورنيا يغني بوجه متحرك مع شاشات عرض بتصور بعض الصور المرعبة، وبيشهد المرء ما يحدث للمنزل في ظلام الليل بينما يجلسون أرضا ليلتقطوا له مقاطع من الفيديو المختلفة. كيفن جيد بدأ عرضه ده عام تحديدا عام 2008، واستغرق هو وزوجته أسبوعين كاملين لإكمال زينة وأضواء المنزل بالشكل اللي هنشوفه، مستخدمين 400,000 وحدة من أضواء الليد، وبيستمر العرض لمدة 30 دقيقة. زي ما احنا شايفين العرض طبعا بيقدم صور مرعبة احتفالا بأعياد الهالوين. طبعا احنا معانا دلوقتي مجموعة حقيقة من النصائح الغذائية المختلفة، واللي تحديدا بتتحدث عن أهمية أن يكون هناك توازن في تناول الأطعمة، يكون هذا التوازن فيه عناصر غذائية المختلفة من أنواع الفيتامينز المختلفة، تحديدا الأطعمة الغنية بفيتامين إي. حقيقة من فوائدها أو من أهميتها بأن هذه الفيتامين القابلة للذوبان بتجعل وظيفة الخلايا صحية وبتحمي الأغشية الدهنية من الأكسدة، كما أنه بيحتوي على خصائص مضادة للأكسدة ويحمي من السرطان ومشاكل القلب وتصلب الشرايين، ويمنع تراكم المواد الدهنية في جدران الشرايين ويمنع تدفق الدم. ده طبعا بالنسبة للأطعمة الغنية بفيتامين إي. أيضا من الأطعمة أو العناصر الغذائية اللي ممكن تعمل على تعزيز الجهاز المناعي الأطعمة الغنية بفيتامين سي، بيعزز من نشاط الخلايا الطبيعية المضادة للميكروبات الضارة اللي بتعمل على توليد الخلايا الليمفاوية، وأيضا بيعمل على حصول الجسم على فيتامين سي من المواد الغذائية الطبيعية كالشمام والبروكلي والكيوي وعصير البرتقال والفلفل الأحمر. وطبعا من الضروري ايضا ان يحصل جسم الانسان على فيتامين دي، لانه بيلعب دور هام في تعزيز المناعه كذلك وبناء الاجسام المضاده في الجسم، وفيتامين دي موجود في الالبان والعصاير وسمك السلمون. كمان حقيقة بالإضافة لده في مجموعة من الأطعمة اللي بتساعد بشكل أو بآخر على إنقاص الوزن، وليها فوائد صحية عديدة وكثيرة جدا. يعني حقيقة هي أطعمة منوعة ما بين الفاكهة أحيانا وما بين الخضار، في الفراولة، في البصل، في العنب، في التفاح، في البروكلي. تناول هذه الأطعمة كما تشير أحدث الدراسات العلمية والطبية لها تأثير إيجابي كبير جدا على الصحة العامة ككل، وبتحافظ على الوزن بشكل صحي، وزي ما قلنا إن هي بتساهم بشكل أو بآخر في إنقاص الوزن. من أيضا النصائح اللي يجب اتباعها تحديدا بعد سن 30 من أجل الحفاظ على الوزن والصحة الجيدة بشكل عام، البقاء نشيطا بدنيا، بمعنى انه لا يجب ان ننسى انه عملية التمثيل الغذائي بتقل طبعا مع التقدم في السن، وبيكون الجسم اسرع في تراكم الدهون، لذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية والبقاء بشكل نشيط للحفاظ على وزن صحي وتأخير عملية الشيخوخة، ايضا تقوية العضلات والمفاصل والحفاظ كذلك على نشاط عقلي يقظ. يعني مشاكل الذاكرة برضو بتعد جزء طبيعي من عملية التقدم في السن طبعا، ولكن من الممكن التغلب على هذه المشكلة من خلال القيام ببعض التمرينات أو لعب ألعاب معينة زي الشطرنج، لأنه بيعمل على تحفيز أجزاء مختلفة من الدماغ وتعزيز الذاكرة والتركيز، وطبعا العادات دي ممكن تساعد كمان على منع التوتر والاكتئاب. كمان من ضمن حقيقة النصائح مهم جدا تجنب الوجبات التي تحتوي على سعرات حرارية عالية، واتباع نظام غذائي بيحتوي على 1200 سعر حراري لا يحتوي على الدهون، ويحافظ على الجسم صحيا وبيزيد من عملية التمثيل الغذائي ويعمل على انقاص الوزن.
على العموم احنا معانا عبر الهاتف الدكتور محمد الحوفي استاذ الاغذيه بجامعه عين شمس. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. اهلا بيك وصباح الخير. صباح النور يا فندم. نبتدي مع حضرتك بالاغذيه او العناصر الغذائيه اللي بتعمل على تعزيز الجهاز المناعي، ابرز هذه العناصر ايه اللي نركز عليها في الاكل؟ هي طبعا زي انتم ما قلتوا اللي هو مجموعه الفيتامينات وخصوصا فيتامين اي، وفيتامين اي ده من الفيتامينات الحيه المضاده للاكسده، وبالتالي بتحمي الجسم طبعا من التاثيرات الضاره للمواد الكيماويه اللي هي منتشره كتير قوي دلوقتي في الاغذيه. والمواد الكيماويه دي كلها سواء كانت مبيدات سواء كانت مواد حافظه، كل المواد دي كلها طبعا بتاثر سلبيا على الجهاز المناعي. طبعا فيتامين ايه ده موجود في كل الخضروات اللي هي الملونه، خصوصا اللي هي الملونه باللون الاصفر واللون الاحمر، زي مثلا زي البطاطا والجزر، وموجود طبعا بنسبه عاليه في اللبن كامل الدسم، لان هو فيتامين ايه ده دايب في دهن اللبن. فنبقى عارفين ان احنا لو شربنا لبن خالي الدسم هنتحرم من فيتامين ايه. من الفيتامينات برضو الجيدة جدا اللي انتوا قلتوها اللي هو فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا برضو ليه نفس الخاصية بتاعت فيتامين اي ان هو مضاد للأكسدة، والعمليات المضادات للأكسدة الحقيقة كمان هي مهمة قوي لتأخير الشيخوخة وتحسين طبعا أداء الجسم بصورة أفضل. وطبعا فيتامين سي ده موجود في حاجات كتير قوي، موجود في كل اللي هي الفواكه اللي هي زي البرتقال والجريب فروت والليمون، وطبعا موجود برضو في التفاح والجوافة، وبعض الخضروات زي الفلفل، الفلفل الحامل الفلفل الأخضر ده فيه تركيز عالي قوي من فيتامين سي. يعني إذا في كل أحوال فيتامين سي بيساعد أو بيعزز من نشاط الخلايا الطبيعية المضادة للميكروبات الضارة والتي تعمل على توليد الخلايا اللمفاوية. طب بالنسبه لفيتامين د او فيتامين دي ودور فيه برضو يعني تعزيز المناعه وبناء الجسم بشكل سليم؟ هو طبعا معروف ليه طبعا معروف ان هو كلنا عارفين ان فيتامين دي ده مهم قوي للعظام والاسنان والحاجات دي كلها، ولكن ثبت برضو علميا ان هو ليه علاقه فعلا ايجابيه بالمناعه، وحتى دلوقتي فيه يعني بينصح احيانا بان احنا يعني نحلل هل واخدين الكميه الكافيه من فيتامين دي ولا لا. وطبعا فيتامين دي ده موجود في منتجات الالبان برضو لان هو دايب في الدهون، هنلاقي مصدر الدهون منتجات الالبان، هنلاقيه برضو زي ما قلتوا في الاسماك، ومهم قوي كمان التعرض للشمس لان هو بيتكون تحت سطح الجلد نتيجة للتعرض للشمس، فلازم طبعا هنا نتعرض للشمس فترة كافية، والأطفال كمان الصغيرين كمان نعرضهم للشمس علشان يتكون كمية كافية في فيتامين دي، بالإضافة لأن احنا بناخد طبعا في الأغذية اللي هي الدهنية. طيب دكتور محمد، بقى النصائح اللي اتكلمنا عليها اللي يجب مراعاتها بعد سن الـ30 للحفاظ برضو على عدم زيادة الوزن وعلى الصحة العامة بشكل عام؟ طبعا بعد سن الـ30 لازم نحافظ على الوزن بتاعنا، ما ندخلش في سمنة، لان السمنة طبعا مشاكلها كلنا عارفين مشاكل السمنة، اللي هي طبعا هندخل في سمنة هندخل تصلب شرايين، امراض قلب، المضاعفات بقى السلبية بتاعت سمنة، ممكن ندخل في امراض السكر كمان، فدي طبعا مشكله كبيره. يبقى احنا المحافظه على الوزن هنا بيتطلب مننا طبعا ان احنا لو فكرنا ان احنا هنحافظ على الوزن مجرد بس نخفض عدد السعرات زي ما قلتوا، الشخص العادي بياخد 2000 سعر حراري متوسط، احنا بنقول هنا هياخد 1100 سعر حراري، طبعا ده في حاله لو هو سمين يعني، لكن لو هو وزنه معقول يزن على 2000 سعر حراري، ويبعد بقى يبتعد عن كل الاغذيه اللي هي الغنيه بالدهون، وخصوصا الدهون المشبعه اللي هي موجوده بقى في الفاست فود. الفاست فود طبعا بانواع مختلفه، لان بيعتمدوا كل في الاغذيه دي على نسب الدهون العاليه، لان الدهن الحقيقي بيدي تيست طعم جيد وجميل يعني. فهنا نقلل من الدهون ونعتمد هنا في اكلنا على برضو الخضروات والفواكه، نكتر منها بقدر الامكان علشان تملى البطن وتدي احساس بالشبع، وتقلل طبعا من ان انا اجوع واكل كتير، بالاضافه زي انتم ما قلتوا بقى ان انا عشان اخفض الوزن بالاكل بس عمليه صعبه جدا جدا، لازم هنا ممارسه الرياضه، النشاط البدني لازم يكون مستمر سواء كانت برياضه خفيفه زي السباحه زي المشي الحاجات دي كلها، ونبتعد عن الرياضات العنيفه لو احنا عندنا طبعا مشاكل صحيه، وتبقى بصفه طبعا منتظمه، ويبقى دي من ضمن اللايف ستايل بتاعنا، من ضمن العادات اليوميه بتاعنا يعني، مش مجرد ان احنا نعمل وبعدين نكسل نمارس الرياضه ونرجع تاني. فطبعا هنا لو كانت ضمن اللايف ستايل بتاعنا هتبقى مهمه قوي، ده شيء مهم جدا. المهم يبقى في كمان
توازن ما بين تناول الأطعمة الغذائية اللي بتحافظ على صحة الإنسان بشكل عام، وفي المقابل في أعتقد مجموعة من الأطعمة ممكن هي يعني تساهم بشكل أو بآخر في الحفاظ على الوزن أو في إنقاص الوزن؟ آه طبعا، في أطعمة زي كل الأطعمة اللي هي بتحتوي على نسبة عالية من الألياف، الألياف دي بتاخد الدهون وتنزل وبتقلل من امتصاص السكر في الدم وامتصاص الدهون في الدم، والالياف طبعا موجوده في كل الخضروات الورقيه، المفروض ناكل كميات كبيره قوي من الخضروات الورقيه زي الخس والفجل والجرجير والبقدونس، دي ممكن تملى البطن وتدي احساس بالشبع، وفي نفس الوقت طبعا كمان بتعمل عمليه تنظيف الحال للجهاز الهضمي بوجه عام، وتشيل كل الرواسب اللي هي متراكمه في الامعاء الدقيقه وتخلص الجسم من البكتيريا اللي هي الضاره. كمان اكل الزبادي الحقيقه سبب كمان ان هو في بعض المركبات اللي هي بتزود جهاز المناعه، وفي نفس الوقت بتقلل من الكوليسترول وبتزود من الكوليسترول النافع داخل الجسم، وبالتالي برضه بتقلل من فرص الاصابه بامراض القلب، لان الحاله الشرايين مع تقدم السن لما بتبدا المشكله دي بتخلي كميات الدم اللي رايحه الاطراف بتقل، كميات الدم اللي هتروح للمخ كمان بتقل، هتلاقي الواحد بقى يبتدي ينسى، يبتدي طبعا مبقاش في تركيز زي الاول. وطبعا يعني هل في نوعية اكلات معينة ممكن هي تساهم بشكل او باخر في تنشيط الذاكرة؟ هو طبعا تنشيط الذاكره اللي هو الغذاء المتوازن اللي احنا اللي هو بيحتوي على الفيتامينات والاملاح المعدنيه، وفي نفس الوقت طبعا الابتعاد طبعا زي ما قلنا على الاغذيه اللي هي سريعه الدهون كتير، لان هي دي الدهون كتير هي دي مشكله اللي هي مشكله الذاكره، وما ندخلش بقى في امراض، لان برضو ما ندخلش في امراض سكر، لان برضو من ضمن الحاجات اللي هي بتاثر على الذاكره امراض السكر وامراض القلب، فاحنا نتلافى الحاجات والضغط العالي والحاجات دي كلها، طبعا نحاول بقدر الامكان نعمل يعني هي بريفنتيف ميجر، يعني ايه؟ يعني احنا عاملين اجراءات وقائيه من الاول عشان ما ايه؟ عشان ما ندخلش في الامراض دي، خصوصا لو كان عندنا هيستوري كمان في العيله، لان الحاله برضو الوراثيه برضو بتلعب دور. طيب البعض المشروبات يا دكتور محمد اللي فيه افكار سائده ان هي ممكن تكون بتساعد في انقاص الوزن، مثلا زي الشاي الاخضر، زي الليمون مثلا، الليمون وعليه اي بقدونس او نعناع او ما الى ذلك، هل دي فعلا افكار صحيحه ولا لا؟ طبعا الشاي الاخضر ما فيش اي سعرات كبديل لاي مشروبات اخرى، طبعا احنا قلنا طبعا من المشروبات الغازيه بما فيها من سعرات حراريه عاليه جدا، طبعا هنا الشاي الاخضر افضل، ميزه برضو الشاي الاخضر ان هو بيقلل شويه من الشهيه للاكل، فهنا هنا بيساعد برضو في خفض الايه؟ في خفض الوزن. احنا بنشكر حضرتك جزير الشكر الدكتور محمد الحوفي استاذ الأغذية بجامعة عين شمس. دلوقتي نتوقف مع حضراتكم مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية المختلفة، تحديدا في دار الأوبرا المصرية وأوركسترا القاهرة السيمفوني بتحيي في 8 مساء اليوم حفلا فنيا على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية. زلنا في دار الأوبرا ولكن في المسرح المكشوف اللي عليها تحيي فرقة المصريين بقيادة هاني شنودة حفل النهاردة إن شاء الله الساعة 8 بالليل.
يستضيف المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية في الثامنة مساء حفلا فنيا تحييه الفنانة رانيا يحيى وفرقتها. هي حقيقة مجموعة من الحفلات الفنية المختلفة في دار الأوبرا المصرية، تقريبا الثلاث حفلات الساعة 8 بالليل، ولكن ما بين المسرح الكبير بدار الأوبرا والمسرح الصغير والمسرح المكشوف. حفلات فنية مختلفة لمختلف الأذواق. احنا بكده مشاهدينا نكون وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الجولة الإخبارية. بعد الفاصل موجز جديد لأهم وآخر الأنباء.